لو هنتكلم عن الشجاعة والجراءة والتضحية بالنفس من أجل الدين والوطن، مش هنلاقي أحسن من شخصيتين نتكلم عنهم، هو الزبير بن العوام وعمرو بن العاص. الروم لما كانوا في الشام وهربوا منها وجم على مصر، وقتها عمرو بن العاص كان عايز يخلص الفتوحات الإسلامية من شرهم، وجي على مصر عشان يفتحها 641 هجرية. ولما جه هنا لقى الروم عاملين الحصن اللي ورايا ده، اسمه حصن بابليون. الحصن ده الروم كانوا عاملينه وبنينه هنا في مصر عشان يتخذوه مقر لحكمهم. وجيه وكان معاه جيش حوالي بيتكون من حوالي 2500 رجل. وقتها بعت لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ارسل لي مدد وجيش علشان يغزو الروم. وبالفعل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بعت له جيش مكون من 4000 رجل بقيادة الزبير بن العوام وقادة مسلمين آخرين، وجم هنا وتمركزوا حوالين الحصن لمراقبة الرومان. وفي يوم من الأيام الزبير بن العوام وهو بيتمشى على حصانه حوالين الحصن جاله خطة ذكية جدا. هو لقى سور فيه خلل، يعني مش مبني كويس أو فيه عيب، فقرر إن هو هيعتلي السور ده وينط جوه الحصن. واتفق وقتها مع جيش المسلمين ان هو اول ما يعبر السور ويدخل جوه الحصن هيهلل ويقول الله اكبر، والمسلمين يقولوا وراه بصوت عالي الله اكبر، علشان الرومان يفتكروا ان المسلمين اقتحموا الحصن فيفروا من الحصن. وبالفعل الخطة عملها ودخل جوه الحصن وهلل المسلمين وهرب الرومان وقتها من الحصن، وفتح مصر عمرو بن العاص 641 هجريا. وكمان الحصن هنا حواليه في اثار كتير جدا اسلاميه وقبطيه، اشهرها مسجد عمرو بن العاص، وكمان كنيسه القديسه برباره، والكنيسه المعلقه اللي هي ظاهر منها جزء هنا في حصن بابليون. وكمان هنا موجود المتحف القبطي اللي هناك ده، ومعالم تانيه كتير. ومش عايزين ننسى برضو ان حوالين حصن بابليون في معلم مهم جدا، وهو مسجد محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاه. انا خلصت كلامي عن حصن بابليون، استنوني بفيديو جديد في مكان اثري جديد. السلام عليكم.